السلام عليكم الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين؟ مع الصحيحه مزيان، اموركم هانيه؟ اش كتعاوده؟ اي جا الكسكوت حتى هي كتشير عليكم، كتقول لكم باي باي. كي دايرين؟ مع الصحه مزيان، اموركم هانيه؟ اش كتعاودوا؟ مزيان، كلشي بخير، الاحوال، الوليدات، الغنيمات، البقيرات، كلشي بخير وعلى خير. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اختكم زينب، اليوم ان شاء الله عندنا النهار الكبير. النهار الكبير هو النهار ديال الدزازه. اليوم جينا عند واحد من الرباعه اللي كاينين، غادي ندزو عندهم. وتبارك الله بغيت نشارك معكم هاد الاجواء، كيفاش كدوز الامور، كيفاش كدوز التقاليد ديال كل منطقه، كيفاش. المهم هاد المنطقه ديالتنا تبارك الله كتمتاز بواحد التقاليد اللي زوينه وزوينه بزاف، ومن بينهم يعني راه المغرب كامل اللي عنده الكسيبه وعنده الغنم راه كيدزز، كيدير صدقه، كيدبح، كيدير واحد الاحتفال عائلي بسيط، يعني واحد الصدقه اللي كتكون ما بين الصحاب والحباب والخوت والناس اللي ما كتقالش منهم. وكل واحد يعني زعما كيدير على الجهد اللي كيقدر عليه. وتبارك الله حنا كنعرفوا المغاربه ديالنا راه ديال الجود والكرم والخير، يعني نهار كيتكون وخصها الكسابه، نهار تكون عنده الدزازه راه واخا يذبحها اللي كان، المهم راه غادي يدوز الدزازه ديالو بخير وعلى خير والنشاط والضحك. واليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هذه الاجواء كامله، نقربكم يعني من الاجواء كيفاش كدوز، وكيفاش شنو اللي كنديرو، اشنو الاول اللي كنعطيه، واش كنحطو، واش يعني بغيت نشارك معكم هذا الشيء كامل. هانتوما شوفوا تبارك الله هذه الغنم، شوفوا تبارك الله السرديه محره، سرديه تبارك الله مليحه. انتوما عارفين هذه المناطق كيمتازوا بالسردي. هادي النعجه دابا راهم بادين فيها، راه جاو مع الصباح بكري صراحه، مساكن تينوضو تيضربو تماره، يعني يلا بادين في الغنم الاولى وباقيين غندوزو التانيين والتالتين ان شاء الله. او كتشوفوا راه كاينه تماره وتتزازر، ماشي سهله والله ما سهله. شوف دابا يعني التكنيك ديالها كل حاجه سبحان الله، عندها خدمتها وعندها الطريقه باش تخدم وكيفاش كتخدم زعما. وشو سبحان الله حتى الميزه ديال الدزازه في هذه الوقيته ديال الصيف، كتحيد الصوف ديال الغنم وكتبقى الغنم مرتاحه وكتبرد مع راسها. عاتيهم المنطقه ديالتنا شحال سخونه، راه ما نقولش لكم على الصهد اللي كاين دابا في هذه الايام. ما عرفتش انا واش نتوما المناطق كامله للمغرب سخونه، ولكن هنا معروفه بالحراره اللي كتكون طالعه طالعه بزاف. ايوا كنتمنى ان شاء الله يا ربي تعطينا على قد نفعنا هذه الحوليه اللي ذبحنا في الدزازه. هما الدراري كيسلخوا فيها، كيوجدوا، قفلوها، قادوها. ايوا قلت انا راه انا نشارك معكم كل شيء، اي حاجه، اي لقطه دارت زوينه غنشاركها مع الاصدقاء والحباب ديالي. وكنتمنى تبارطاجيو لختكم القناه، الله يحفظكم، وديروا واحد لايك وابوني، واللي ما مشتركش في القناه يشترك، راكم عارفين يعني قناه اللي زوينه ماشي غنشكرها ولا بشهاده بزاف ديال الناس، قناه اللي زوينه ونقيه وفيها ما يتشاف وفيها افاده، يعني واحد المحتوى اللي كنستافدوا منه، الا من المعلومات ديال الكتيبه ولا من اي حاجه، علاش لا ما تعاونوش اختكم زينب، وشكرا لكم بزاف. المهم هما الدراري دابا تبارك الله عليهم الصلاخه ديالنا. غادي نبداو، غتكون واحد الجو صراحه زوين. انا كيعجبني هذا الجو ديال متي يكون مجموعين بحال هكا الحباب والاصدقاء، وكيكون واحد الضحك، وكتكون واحد زعما واحد الجو اللي كيكون زوين زوين بزاف. غادي تدوز زعما تدوز مزيان ان شاء الله يا ربي، واخا كاين الصهد واخا كاينه تماره، ولكن الحمد لله بنادم باقي عيان مع رمضان، باقا عدو ديك القضيه ديال الصيام باقي ما داش على الفطار، ولكن الحمد لله هانتوما تبارك الله الحوليه ملي تلقوا الدراري والتبحات عطات الخير تبارك الله. هذا الرز كيطيب دابا، تيصدقوا ليهم اللوز والفاكهه، الفاكهه كامله باللوز والكاكاو وكاوكاو وداكشي، وكيصبقوا المخمار هو الاول كيفطروا به الدزازه، هما الاولين فاش كيجيو. من بعد كيبداو يخدموا شويه، كيطيبوا لهم الحليب مع الرز ضروري، كيعطوه لهم دوزيام يطاق. حتى هو كيتحط، وكتحط زيت البلديه، كيتحط الزيت دا اتاي المخمار عاوتاني. ها هو شوفوا المخمار تبارك الله، الحيالات الحادقاس تبارك الله عليهم صراحه، كيصرعوا واحد المخمار ما نقولش لكم، تيديروا تي بنين بنين، شي حاجه واعره طوب.
عرفتو دابا راه كليتو ودابا تنمونطي في الفيديو كنعاود نشوف داك المخيميرات. الله الله شحال زوينات. زعما كاين الحداقه المرميطه دابا تطيب على الفاخر، على الفاخر نعمسي. كنطيبو على الفاخر تبارك الله. دابا صافي فصلو ديك الحوليه قادوها صايبوها. ايوا دابا ردو الغدا يطيب، راكم عارفين الطياب ديال الفاخر كيشد شويه ديال الوقت وكيجي زوين وزوين بزاف. هنا فاش كانوا كيشرملوه في اللحام وكيقادو فيه كيديروا ليه الشرموله ديالوش. وتبارك الله على الخبز، الخبز ديال النساء ديال البوادي تبارك الله عليهم، وتحيه اليوم والله تبارك الله. زعما الخبز ديالهم، المخمر ديالهم، المسمن ديالهم، الكسكس، اي حاجه بلديه كيتكلاصاو من الاولين فيها. زعما ما يجيش شي واحد يدير من وراهم زعما الحاجه البلديه ديال الباديه، واخا تكون شي واحد يجي يخدمها ولا. صراحه هما تيتفنوا في هادشي البلدي، كيتفنوا فيه. وما تنساوش اختكم زينب حتى هي دايره، حتى هي دايره المشاركه. عطاوني البصله، شتي دابا المعزه عطاوني البصله باش نغسل عينيا من الدموع. ايوا كيما كتشوفوا الشيره حتى هو تيتشوى. يعني السيره دايرين حنا المجور ودايرين فيه، دايرين فيه الفاخر، وغادي نبداو شويو. علاش قلت لكم راه واحد الجو ديال الزازه كيدوز واعر واعر، وكيدوز بسيط وعادي، وداك الشيء اللي كاين كتخدم بيه وما كيكون لا بروتوكول لا حتى شي حاجه، وتدوز داك الشيء فن فن بزاف. والله والله ليلى واعر واعر بزاف. ايوا هنا راه طاب الغدا. دابا هادشي راه كنهزكم شويه شويه شويه، كنمونطي راكم عارفين، راه تيدا الوقت وشد الوقت. المهم طاب الغدا، نشوف ما الغدا راه وجد. العيالات راهم كيحطوا في الغدا تبارك الله، الطباس الناس اللي كاينين، ثلاثة المواعين اللي غادي يكونوا، ثلاثة طبا بحال قولوا ربعة طبالي اللي غادي يكونوا. هانتوما تبارك الله ما شاء الله. ايه ودي سراو حتى هو كيتغسل وكيتقاد وكيتصايب. هو هاد الشيء اللي كاين، زعما دازت واحد الزازه اللي زوينه زوينه بزاف، ودازت واحد الظروف اللي مزيانه وبسيطه وعاديه. راكم عارفين ناس ديال الباديه الله يكثر ليهم الخير تبارك الله عليهم، داكشي ديال البساطه ولكن كيدوز على حقه وطريقه، وكتكون شي حاجه اللي زوينه بزاف، لا من ناحيه الماكله لا من ناحيه الجو لا من ناحيه الجماعه كي كتكون، يعني كيكون داكشي بسيط وزوين او تيدوز مزيان صراحه. الحمد لله والشكر لله. الغنم هاي الدزاز هنا غادي يخلطوا الحنه، ما عرفتش واش هاد التقاليد ديال المغرب ديال الكسابه اللي كاين في المغرب تيديروها، تيخلطوا الحنه وكرشوا عليها وكيزغرتوا وكيصليوا على النبي. ايوا صحاب الدزازه حتى هما كيهزوا واحد الفاتحه للناس اللي كاينين، ومول الشي اللي عنده هاد الشي كيهزوا ليه حتى واحد الفاتحه، والناس اللي طيبون والناس اللي حاضرين والناس يعني واحد الفاتحه كتهز وكتدوز الاجواء زوينه صافي. وكنجمعوا ديك الصوف كيعطوها للجماعه او اللي كيعطوها للناس اللي كيكونوا تمايا لحق. دابا الصوف ما بقاوش الناس كياخذوها بزاف كما كان زمان، دابا صافي كانوا كيعطوها غير للجماعه وكيعطوها اللي بغاها وصافي. وكت كل واحد كيمشي لدارو وكتكون الامور بخير وعلى خير. وكنتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنساوش اختكم زينب بواحد البارطاج واللايك وابوني للقناه الاشتراك ديالكم، راه كيهمني. وتعاليقكم الزوينه راه هي كتحفزني اكثر واكثر. واللي عنده شي سؤال غيبقى يخليه ليا في لي كومونتير ان شاء الله، انا راه الاشاره. وتبارك الله عليكم.